اعتقد انها بدايه جيده جدا لمنتخبنا الوطني وبدايه اكثر من رائعه للكابتن حسام حسن، ومهم ان هي تكون بدايه بمكسب. وزير الشباب والرياضه النهارده كان موجود في افتتاح هذا الاستاد العظيم، وايضا النهارده ميداليات بالجمله في البطوله الافريقيه. لقاء خاص مع زميلنا عمرو مختار على الهواء مباشره. عمرو اتفضل. مساء النور عليك كابتن سيف، ألف مبروك فوز منتخبنا اليوم في أولى تجارب الفنية لكابتن حسام حسن. يسعدنا أن يكون معنا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. خلينا أقول لدكتور النهاردة العيد عيدين بقى، فوز منتخبنا والنهاردة 185 بطولة لم تحدث في التاريخ. أولا شكرا لعمرو وشكرا لكابتن سيف، وإحنا معنا الحريف والعميد، فيعني الاستوديو النهاردة بيوازي يعني الحدث والمكان اللي إحنا فيه. وطبعا انا بشكر المتحده، والحقيقه كمان التطوير الكبير اللي بقى في مصر للاحداث الرياضيه، يعني موضوع مختلف، النقل التلفزيوني، وده كله المنشا بيوضحه. احنا في مدينه مصر الاولمبيه الحقيقه، والمناسبه الاولى للتشغيل التجريبي، احنا لسه في تشغيل تجريبي، يعني ده مش افتتاح، تشغيل تجريبي للمنشآت في واحدة من أكبر المدن العالمية اللي موجودة في عاصمة مصر الحقيقة، وعاصمة مصر الجديدة أول حدث للكورة، كأس عاصمة مصر، ده شيء يعني مبهج النهاردة، وأيضا كله جديد في جديد كده، يعني الجهاز الفني أول احتكاك رسمي، و يعني الحمد لله احنا بنهتم، حتى لو الجهاز الفني بيقول احنا ده تجريب وتدريب، لكن شكل المنتخب يعني ان شاء الله يبشر بالخير. انا عايز اقول كمان مع المناسبه الكبيره كده، احنا في حراك رياضي، 2005 بيلعب بطوله وديه المنتخب الاولمبي بره، كلهم بره بيلعب بطوله وديه، والمنهج ان احنا للكوره تطويرها يكون في اكتر من منتخب ثابت، ودلوقتي بقى في هذا الشكل. ان شاء الله يعني المنتخب الاولمبي والمنتخب الكبير رحلتهم تكون موفقه. كاس عاصمه مصر الحقيقه يعني في وقت قليل جدا قدرنا نصل الى هذا، دايما مصر مستعده في اي توقيت. احنا بنشكر القياده السياسيه على يعني شكل المنشات الرياضيه واهتمام سيادته ودعمه للقطاع الشباب والرياضي. الاستاد الجمهور حاجة كويسة جدا، بس نحفز تاني، يعني دايما في اول اللقاءات احنا تعودنا ان دايما الجماهير بتبص عجبها بتيجي تاني، احنا بنقول لهم اهو يعني الجماهير جت في افتتاح استادكو استاد مصر، يعني الشكل الجميل المبهج ده احنا مش اقل من اي حد، مش اقل من اي مكان، لازم تيجوا. واحنا في سهرات رمضانية مبدعة وجميلة، وده منتخبكو واستادكو ورياضتكم يعني بقت في حتة تانية. احنا النهاردة يعني الميدالية 99 ميدالية ذهب، واللي بعدينا 44 و 186 لسه جايبين ميدالية تانية، بقينا 186 يعني اللي بعدينا 114 فالمجمل العام يعني، فالحمد لله. ده بيعبر على شكل تطوير، يعني احنا مش موضوع ميدالية، شكل تطوير منتخباتنا في ألعاب فردية في ألعاب جماعية. كرة الطائرة طورناها يعني الحمد لله، سواء البيتش فوليبول أو الشاطئية خدت ذهب، لكن عندنا منتخب الأنسات ومنتخب الرجال بيوصل النهائي. الهاندبول النهاردة المطعم يعني المنتخب الشباب اللي هو يعني 2004 مطعم بالفريق الكبير وبيصل ان هو ياخد الميداليه الذهبيه، بنبارك له النهارده. السله 3 على 3 يعني الحمد لله، العاب جماعيه او العاب فرديه، كل يعني بنبارك لاولادنا ولشبابنا، قولوا بشد حيلكم لبلدكم. دي شكل حراك الرياضه المصريه اللي عايزين ننقله في استاد مصر في كاس عاصمه مصر، يعني فالف مبروك. بارك فيك وبنشكرك يا دكتور، والف الف مبروك. يعني وبنهني منتخب مصر بقى، شد حيلكم خلاص انتوا يعني كل الجماهير وكل الناس هتنزل لهم دلوقتي ان شاء الله، ودايما بنقول لا صوت يعلو على صوت المنتخب، فالمنتخب انتوا بتفرحوا يعني الجماهير، وساعات بتخليهم مش مبسوطين، احنا دايما ما بنسيبش حاجه للصدفه، وان شاء الله دايما يكون في حراك مستمر. انا بشكركم جدا يعني، شكرا، متشكرين، شكرا. كده كان لقاءنا المهم مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. اعود اليك يا كابتن سيف، اتفضل.
شكرا جزيلا لزميلنا المتالق عمرو مختار. ده كان لقاء خاص مع سيد وزير الشباب والرياضه، واضح ان هو بيعيش يعني احلى لحظاته واسعد لحظاته بافتتاح استاد جديد بميداليات ببطولات بالفرق المصريه كلها موجوده في الخارج. واعتقد ان النهارده يوم مختلف، او زي ما قال فناننا احمد سعد ايه اليوم الحلو ده.